وينضم إلينا عبر سكايب محمد شريف كامل أمين عام المجلس الثوري. وبداية أستاذ محمد، كيف تعلق على نتيجة الانتخابات الرئاسية المزعومة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والتهنئة كبيرة للشعب المصري لمقاطعته للانتخابات، مقاطعة واضحة، مقاطعة ما فيهاش شك، العالم كله شهد بيها، صحف الأجنبية والصحف الآسيا ودول أوروبا ودول كثير جدا شهدت بالمقاطعة الشديدة للانتخابات، حتى أن النظام المصري نفسه تعثر في تعريف نسبة المشاركة وتعثر في هذه الأمور. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، من الواضح أن ومن البداية معروف تماما أن نتيجة الانتخابات ستكون نفس النتيجة اللي خرج بها النظام في 2014، مع بعض لمسات مختلفة في طريقة إخراج العمل عن 2014 2018، ولكننا في الحالتين بنتعامل مع نظام بيفرض نفسه وبيفرض شخص السيسي على الشعب المصري وعلى المنطقة ككل بسياساته اللي بتجر المنطقة إلى مرحلة انهيار كامل. عشان كده احنا بنعتقد انه الانتخابات دي هي مرحله من مراحل تقويه الاراده الشعبيه في اتجاه الثوره الشامله باذن الله، اللي هتسقط هذا النظام وتسقط الانقلاب بكل ادواته وتسقط منظومه السيسي ومنظومه الدوله العميقه في مصر اللي النهارده بتتحكم فيها بشكل غير مقبول وغير مرضي عنه من غالبيه المكانس كل الشعب المصري. نعم، صحيفه الجارديان قالت او تتوقعت بثوره قادمه خلال الأربع سنوات في عهد الفترة الثانية لسيسي، كيف ترى مستقبل الحياة السياسية خلال السنوات الأربع القادمة؟ أولاً بالنسبة لتعريف حياة سياسية، هو لا يوجد حياة سياسية في مصر، هو يوجد حياة قهر مفروض من النظام الحالي بكل أدواته، وشعب ما بين جزء قطاع منه مستسلم لأنه طبعاً تحت القهر، مستسلم تحت القهر، وقطاع آخر يثور وتثور الثورة داخله حتى تصل معاه الغليان. فالجارديان لما عرفت الأربع سنين الجاية بأنها مرحلة الثورة المتوقعة، فده أمر حقيقي، لأن الشعب بعض من الناس توقع أنه في خلال الأربع سنوات الماضية أن السيسي حيقدر على أنه يحقق بعض الإنجازات. النهاردة ثبت عجزه وثبت رفض الشعب ليه، وثبت أنه بيقهر الشعب، مش بس حرب بينه وبين الإسلاميين، لا، ده هو حرب بينه وبين الشعب المصري ككل. وبالتالي الأربع سنوات القادمة هي هتكون مرحلة تأجيج الثورة الحقيقية على الأرض، لحظة انطلاقها ولحظة انفجارها لا يستطيع أحد أن يعرفها، لأن دي بتتوقف على عوامل كثيرة جدا، منها عوامل الشعب المصري على الأرض والثورة على الأرض وحركات الثورة في الخارج، وأيضا ردود أفعال النظام المصري وأسلوبه في إدارة العمل. وبالتالي ما نقدرش أن احنا نحدد اللحظة، لكن فعلا تعريف الجارديان من الأربع سنوات القادمة هي مرحلة الثورة، هو تعريف أقرب إلى الدقة، وأنا أعتقد أنه ممكن يكون هذه هي المرحلة القادمة بإذن الله. ولكن هل يمكن أن يستبق السيسي هذه الثورة بفتح صفحة جديدة مثلا مع المعارضة؟ والله إمكانية فتح صفحة جديدة مع المعارضة دي تتوقف عليه هو وبعض الناس تحدثوا عنها من حوالي من يوم الانقلاب، حتى من قبل ربعة ومن يوم الانقلاب، وإن هو هيحدث تغيير وبيحط خارطة طريق للديمقراطية وكل الكلام ده، لكن ده كلام بيستخدم للاستهلاك المحلي وبيستخدم لتجميد، حتى إنه البعض ابتدى يتحدث عن الإفراج عن بعض المسجونين، عن إفراج إحنا في مصر النهاردة مشكلتنا أعمق من ذلك بكثير، لأن من هو في السجن الآن هو في السجن معتقل لأنه لم يمر عن طريق أي عملية قضائية حقيقي نزيهة، فلا يوجد قضاء في مصر ولا يوجد إعلام في مصر، فكيف يبدأ السيسي صفحة مع المعارضة؟ وإذا بدأ صفحة مع المعارضة وقبل الشعب المصري هذه الصفحة وقبلت المعارضة وقبل رافضي الانقلاب هذا، كل هذه احتمالات لا أعتقد أنها هتحدث، لكن لو حدث كل هذا فأين مصير المعتقلين وأين مصير من قتل؟ وهل يتوقف النظام عن القتل العشوائي اللي يتم؟ يمكن عليكم السيسي أنتم كمعارضة أستاذ محمد بالإفراج عن المعتقلين وبمحاكمات عادلة لكل من يعني قتل في السنوات الماضية وغير ذلك، هل توافقون؟ نوافق على شيء واحد فقط، على أن يقدم السيسي للمحاكمة. في هذه اللحظة ممكن أن نتحدث عن محاكمات عادلة، عن قضاء عادل يشرف على عملية المحاكمات ويحاكم السيسي أولا على ما ارتكب من 2013 في الانقلاب وما ارتكب بعد ذلك. في هذه اللحظة ممكن نقول أن هناك صفحة جديدة تفتح في مصر، إذا قدم السيسي للمحاكمة وكان هناك نظام قضاء عادل وكانت هناك إعلام حر وخرج كل من في السجن ومن اعتقل وتم تسوية ملفات الفساد اللي موجودة في مصر، هل بنتكلم على مرحلة
كاملة من الإفساد في مصر، ما أعتقدش أن مجرد أن السيسي يطرح أطروحة هنعمل محاكمات عادلة للناس اللي اعتقلت بعد ثورة يناير أو بعد انقلاب 2013 ده معناه انفراج في العملية السياسية. بالعكس، ده معناه محاولة تجميد للثورة ومحاولة ضحك على الشعب المصري مرة تانية زي ما فعل من قبل. أشكرك جزيل الشكر محمد شريف كامل، أمين عام المجلس الثوري المصري، كنت معنا عبر سكايب.